بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه إن شاء الله الآن نحاول نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأولى الهيمو دايناميك آه إن شاء الله الموضوع سهل اللي هو الإديمة إديمة موضوع إن شاء الله بسيط آه نتكلم عن الإديمة شو هي الإديمة أول إشي آه تجمع السوائل بال بالسبيسز أوف ذا بادي هسا إن شاء الله راح نشوفهم وراح نفهم شو اللي بصير عندنا بالضبط فبداية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله فالإديمة هي pathological accumulation of excess fluid in tissue spaces or serous cavity or pulmonary alveoli اي مكان يتجمع فيه الفلويد آه بشيء غير طبيعي يعني باثولوجيكال مش فيسيولوجيكال اكوموليشن ذس ايديمه لما بيحكي لك كيف جسم الانسان تقريبا 60% منه متكون من المي فنورمالي نورمالي ووتر 60% اوف بودي اوف بودي ويت هاي مش بودي ووتر اوف بودي ويت بودي ويت 60% منه ووتر تمام الان هذا ال 60% هذول ينقسموا لايش؟ في 2 ثيرد انتر او intracellular و 1 ثيرد اكسترا فعندك انت الميه الموجودة في جسمك ركز معي الميه الموجودة في جسمك ثلثينها موجود داخل الخلايا وثلث موجود خارج الخلايا معي؟ اذا ثلثين داخل الخلايا وثلث خارج الخلايا نيجي للثلث اللي خارج الخلايا بنقسم الى ثلاث ارباع وربع ثلاث ارباع وربع فهون ثلاثة على اربعة وهون واحد على اربعة فهذول الثلاثة على اربعة هما انتر سلولار، يعني بين الخلايا يعني هون في خلية وهون خلية تمام بينهم في عندك انت فلويدز صح ولا لا؟ فهذا الفلويد هو ايش؟ انتر بين الخلايا بسموه برضو انترستيشال فلويد. والربع الاخير اللي ظل هو اللي موجود عندك بالدم اللي هو انترا فاسكولا فلويد بلاد بلازما اللي موجود عندك بالبلازما. فاذا البلاد بلازما بس خمسة من التوتال بادي ووتر ماشي لانه هون 60% بالمية ثلثين هم راحوا انترا سيلولر وظل عندك ثلث الثلث ثلاث ارباع وراحوا واحيانا بحكيك ثلاث ارباع واحيانا برضو بحكيك ثلثين كمان مش شرط يعني آه وبصف عندك اشي بسيط لو بس خمسة بالمية عندك از بلاد بلازما تمام الان النيتشر اوف اوف فلويد حكينا اذا بتتذكروا بمحاضره الانفلاميشن في عندك شيء اسمه ترانزوديت وفي شيء اسمه إكسوديت صح ولا لا الان ترانزوديت واكزوديت شو الفرق بيناتهم اول شيء ترانزوديت حكينا اي شيء ما فيه بروتين او بروتين إشي كثير قليل فيه بينما الإكسوديت مليان بروتين فالاكزوديت بيكون ثيك كثير ثيك بينما الترانزوديت زي المي ترانزوديت فالترانزوديت سرس شايفين زي المي ثن بروتين بور ما فيه بروتين كثير encountered in heart اه انت بصير بصير عندك اذا صار عندك مثلا هارت فيلير او نفروتيك سيندروم نفروتيك سيندروم الان شو بدي احكي لكم شغله بدي احكي لكم شيء عن السارلينك فوريسز دقيقه الان خلينا نفرض انه انا عندي هون بلاد فيزل تمام هي عندي انا ايش بلاد فيزل هذا بلاد فيزل شو هي القوة هسا بتتذكروا باول وحده كانت بالفيزياء والتوجيه شو كانت كانت المتجهات. فيه متجهات في متجهات في سهم طالع لبرا في سهم هون في عندك اشياء بدها تطلع لبرا وفي اشياء بدها تدخل الى داخل ال شو اسمه ال blood فيزل الان شو الاشياء اللي بدها تحاول تضلها ايش او بدها تطلع الشغلات من Blood Vessels لبرا اول اشي في اشي اسمه Oncotic اونكوتيك بس ايش اونكوتيك بس ايش Interstitial انترستيشال اونكوتيك تمام فهي انترستيشال اونكوتيك بريشر فهذا ايش شو مقصود فيه كميه البروتينات الموجوده وين برا البلد فيزلز فهاي البروتينات بيكون تركيزها عالي واي اشي تركيزه عالي بسحب السوائل عليه فالمي بتلحق الملح المي بتلحق التركيز العالي فانترستيشال اونكوتيك فلويد او انك... انترستيشال اونكوتيك بريشر بسحب السوائل من داخل البلد فيزل لبرا حلو طيب هيك شو ما بس في شيء الله ايش الله سبحانه وتعالى اجى حط لنا جوا بالبلود فيزلز برضو الله سبحانه وتعالى حط لي جوا بالبلود فيزلز بروتينات تمام حتى تحاول انه تعادل هذا الانكوتيك بريشر اللي برا فهذول البروتينات برضو اسمهم ايش انكوتيك بريشر او ايش بسموه بلازما انكوتيك بريشر يعني الانكوتيك بريشر اللي جوا البلازما فهذا ايش بروتينات تمام هاي اول شغله اذا الانكوتيك بريشر الشغله الثانيه الهيدروستاتيك بريشر اللي حكينا عنه آه بالمحاضره الماضيه انه في انا اذا زاد الضغط جوا الشريان مثلا بده يصير يطلع لبرا نتيجه زياده الايش برشر برضه بنفس الوقت في انترستيشيال آه او عفوا هون هيدروستاتيك برضه بنفس الوقت في شيء اسمه انترستيشيال هيدروستاتيك برشر اللي هو الضغط من برا الخلايا على الشريان واضح فكل هذول بدي اوصل لك شغله هذول كلياتهم في حاله تعادل كلهم متعادلين زي بعض حتى ما يصفي عندك اي شيء يطلع من البلفول ولا اي اشي برجع اشي بسيط جدا حتى نوصل احنا بس الاكسجين والنيوتريينتس للخلايا وفقط معاي؟ الان انت بدك تعرف الان اي خربطة بواحد منهم راح يصير في عندك مشاكل مثلا حكينا اذا صار في عندك جيت انت هون وسكرت جيت جبت حجر وسكرت هذا الطريق مثلا تمام سكرت هذا الطريق في شيء سكر لي هذا بلاد فيزلز شو بده يصير بده يزيد الهيدروستاتيك بريشر اكثر من الانترستيشال بريشر راح يصير اعلى منه صح ولا لا بتتذكروا باللنك حكينا بصير اعلى من 28 اللي هو المفروض يكون بس من 8 ل 12 فبصير اعلى من ثمانية فبصير ايش؟ بصير يطلع سوائل لبرا. هذول السوائل غالبا بدهم يكونوا ايش؟ بدهم يكونوا اكزوديت، لانه بس إيش شوية سوائل تطلع وزي المي. فهذا اكزوديت. فهسة بعرف انا انه شو تجمع الاكزوديت برا البلود فيزل شو سببه؟ سببه مثلا عندك هارت فيلير نتيجة الهارت فيلير صار كونجيشن بالفين بفين بالفينز هاي وصار يطلع عندي يهرب الشغلة الثانية كيف ممكن يطلع عندي برضه آه شغلات من داخل البلد لبرا اذا انت تخيل هاي البروتينات اللي الله سبحانه وتعالى حط لك اياها راحت تخيل هاي البروتينات راحت شو بدي صفي عندي بدي يصفي الانكوتك بريشر اللي برا اعلى من البلازما انكوتك بريشر فالتركيز راح يصفي برا اعلى من التركيز جوا وهي اللي هي اسمها الخاصيه الاسموزيه انه دائما الماء يتبع الملح او الماء يتبع التركيز العالي يعني من الوسط الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز فإذا راحت البروتينات هاي عندي من الدم وقلت كثير راح يصير بروتينات برا أكثر فبالتالي السوائل بدها تروح تلحق البروتينات اللي هي أكثر فبدها تطلع لبرا شو الشغلات اللي ممكن تقلل لي الانكوتيك بريشر في إشي اسمه نيفروتيك سيندروم نيفروتيك سيندروم هذا مرض بصير بالكلى بتصير الكلى تطلع البروتينات اللي موجوده بالجسم بصير البومين يوريا بطلعوا الالبومين والبروتينز الى باليورين فبالتالي بقلوا البروتينز الموجوده عندي بالبلد فيزلز فبقل الانكوتيك بريشر فبصير في عندك ترانزوديت ماشي يعني بايدي ما ترانزوديت واضح برضو بنفس الوقت اذا واحد مثلا ما باكل ما باكل نهائيا ميت من الجوع زي مثلا بالصومال مثلا فبالتالي صار جسمه هضم جسمه اكل كل الفات اللي عنده اكل كل الكربوهيدرات شو بده ياكل جسمه فبالتالي بصير جسمه ياكل البروتينات هاي الماشية عنده بالدم حتى يحاول يطلع منها طاقة فبتلاقيهم منفخين رغم انهم ميتين من الجوع بس عندهم اذيما وهذا بيسموه كوارش كور كواشر كور كواشر كور تمام هسه ان شاء الله رح نجي كمان لقدام واضح او انه واحد مثلا ما بصير عنده امتصاص للبروتينات عنده مشاكل بالامعاء وما بصير امتصاص تمام طيب فاذا هيو شايف الترانزوديت بصير نتيجة هارت فيلير او نيفروتيك سيندروم نيفروتيك سندروم قلت قلت البروتينات نتيجة البروتينات صارت تطلع بالبول فبصير في عندك نفروتيك سندروم الان في اشي اسمه ايش الجرافيتي اللي هي الكثافة تمام اللي هي الاس جي اللي مقصود فيها الجرافيتي هون الجرافيتي دائما يعني مقصود فيها الكثافة والترانزوديت هو زي المي يعني كثافته كثير قليلة فالترانزوديت كثافته اقل من 1.02 اقل من 1.02 فتركيز البروتينات بيكون اقل من اثنين ونص جرام لكل ديسيلتر لانه قلنا بروتين بور ما فيه بروتين ريليتد تو ايش ليش بصير في عندك ترانزوديت حكينا اهم سبب زيادة الهيدروستاتيك بريشر فبصير يطلع عندك اوزنج بطلع شوية سوائل من البلد فيزلز نتيجة انه البلد فيزل نفسه مضغوط ضغط كثير فبده غصب عنه بصير يهرب شوية سوائل من الوول تاعه فهيو in انكريز الهيدروستاتيك بريشر آه برضو هون نفروتك سندروم هي سببها ايش سببها ديكريز ديكريز البلازما اونكوتيك بريشر تمام لكن اكثر شيء انكريز ايش هيدروستاتيك بريشر تمام هذا ايش ترانزوديت الاكزوديت بيختلف بايش الإكسوديت كثافته عاليه لانه مليان بروتينات فبروتين ريتش آه... انكاونترد with انفلاميشن دائما غالبا بيكون مع الانفلاميشن ليش لانه في باس كثير والباس هو ايش تركيز عالي يعني بالمنطقة مليان بص تخيل انت مثلا في مثلا عندك حبة مثلا وطلعت البص اللي فيها كيف بيكون بيكون زي المي ولا اثقل بيكون ثقيل هيك لزج وشغلات هيك ثقيلة فهذا هو الاكزوديت ريزولتنج <applause> من ايش اول اشي من انكريز الفاسكولار بيرميابيليتي واسكيب اوف انترافاسكولار بروتين البيومين يعني بحكيك عندك بلاد فيزل وصار في عندك انفلاميشن بهاي المنطقة فالبلود vessel هاوس زادت البيرميبلتي صار يطلع الشغلات اللي فيه صار يطلع الشغلات مع بروتينات مع كذا بطلع كثير شغلات هون وبروتينات وبص وكذا بتجمعوا فبصير في عندك اكزوديت فهون اكثر سبب اللي هو زياده vascular permeability مش لا زياده hydrostatic بريشر ولا أنكوتيك بريشر ولا ايش حسب بما انه مليان بروتين فكثافته رح تكون عاليه ولا لا اكيد عاليه فالسبيسيفيك جرافيتي بتكون اكثر من 1.02 والبروتين وال كونسنتريشن اكثر من اثنين ونص مليان بروتين الان تايب اوف إكسوديت، الإكسوديت هو ممكن يكون اكثر من شكل ممكن يكون بيريولنت بيريولنت يعني مليان باس الاكزوديت فابر... فايبر مليان فايبرينز او فايب... ف... فايبروبلاست وشغلات زي هيك هيموريجيك يعني كله بلاد والبلاد فيه بروتين لانه وايزينوفيلك مليان ايزينوفيل فهذول الاكزوديت تايبس هذول ممكن يجيبوهم فالاكسوديت تايبس هذول الاربعه امثله على الاكسوديت الان الايديما في عندك لوكاليز وجنرالايز ايديما الجنرالايز ايديما سيستميك ايديما هاي كل ايديما كل الجسم منفخ كل الجسم مليان ايديما هذا اللي بسموه أنا, انا ساركه مش انا هما <applause> انا فهذا انا انه كل الجسم سيفير generalized ايديما انكلودينج بروفاوند subcutaneous تيشو accumulation كل التيشو مليان عندك ايديما ذيس از انا ساركة. واضح بينما اذا كان بس لوكالايز بالابدومين مثلا بس بالبطن بالبريتوني الكافيتي شو حكينا بسموه حكينا بسموه السايتيس السايتيس عندك اكيوميليشن للإديمة والفلود بالبريتوني الكافيتي بتلاقي كرش مليان مي سواء واضح هايدروثوركس من اسمه وين بده يكون بالبلورال كافيتي في إديمة بالبلورال كافيتي اللي هو اسمه بلورال افيوجن بالبلورا بين اللنج والربس بالمنطقه هاي بغلف اللانج بلورا بهذا السبيس الصغير بصير في عندك يعني فيوجن ذس از الان الهارت هي الهارت في عليه الله سبحانه وتعالى خالق شيء اللي هو ايش البريكارديم البريكارديم الغشاء اللي على الهارت حتى يس... وفي تحته شويه فلود حتى يسمح انه الهارت يضل ينقبض باريحيه فهذا بسموه البريكارديال سبيس اذا صار في سوائل تجمع سوائل بالبريكارديال سبيس بسموه بريكارديال فيوجن تمام finger pressure over edematous subcutaneous tissue displace interstitial fluid pitted depression يعني لو اجيت انا مثلا شايفين هذا الزلمة شايفين كيف بطنه هاي السايتس طلع هاي السايتس طبعا انا ما بقدر اشوف من عيوني انه this is a ولا لا واضح ما بقدر اشوف من عيوني بس لازم افحصه فممكن يكون كرش هذا ماشي فهون لو اجيت انت شايفين كيف هون السوائل لو اجيت انت ضغطت هون مثلا على بطنه وشلت اصابعك راح تلاقي محلات اصابعك مبينه بس غالبا مش بالبطن تبين مثلا بالاجرين اذا كان مثلا عنده مشا... بالاجرين في تجمع سوائل عنده هارت فيلير او اي إشي وجيت انت ضغطت على اجريه هيك لمده وشلت اصابعك اصابعك راح يضلوا مبينين جوا شايفين طلع كيف هون ضغط بالانكل عند الاجر وبعدين شال اصابعه هي شايف محل اصابعه موجود محل اصابعه واضح هاي بسموها بيتينج ايديما بيتينج ايديما شو بسموها بيتنج ايديما واضح طيب آه هاي البيتنج ايديما الان آه حكينا هاي بيتنج ايديما هذا بحكي لك الزلمه عنده رايت سايد هارت فيلر واللي عنده رايت سايد هارت فيلر بصير في عنده ايديما بالجسم كله ولا بمكان اللي حكى بالجسم كله شاطر لانه هي عندي الهارت تمام وين الهارت ترسم لكم هي لو هيو هي الهارت تبع الزلمه تمام وهي الجزء الرايت منه وهذا الجزء الرايت صار فيه فيلير فهون بدهم بده يصب فيه هون الانفيرو فينا كافا والسبيرو فينا كافا فاذا الرايت سايد صار فيه مشكله بده يصير كونجستشن لكل الانفيرو والسبيرو فينا كافا يعني كل الجسم بده يصير فيه كونجستشن واضح فبحكي لك هذا انه عنده هارت بروبلم عشان هيك لونه ازرق سينوزد هذا الزلمه وهاي البتنج الان ميكانيزم uh, اوف اند كوزز اوف ليش الايديما بتصير؟ اول اشي حكينا على الستارلينج فوريسز لازم تفهموهم حكينا اول اشي الهايدروستاتيك بريشر بحكي لك الهايدروستاتيك بريشر عند الارتريولر اند اوف كابيلاري يعني هي عندك الارتريول وهون بدي يبلش الكابيلاريز قبل ما يبلش الكابيلاريز من هون شو بيكون الهايدروستاتيك بريشر بيكون تقريبا 30 ملم ملي 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 ميركوري 30 الضغط بيكون كولويد اوزموتيك بريشر اوف بلازما اللي بلازما يعني البروتينات اللي جوا الدم تكون تساوي خمسة وعشرين واضح ماشي طبعا نفس الاشي في عندك كمان للتشو ففي عندك تشو هيدروستيك بريشر وتشو اونكوتيك آه انكوتيك بريشر المهم حكينا كله بحالة تعادل فهون بصفي عندك ايش آه بصف عندك هون خمسة زيادة عن خمسة وعشرين هون فبالتالي بده يطلع شوية سوائل لبرا حتى يوصل النيوترينتس والاكسجين والشغلات

فهو اللي بيكون السبب لانه هيو الماتور ضخه 30 بينما الانكوتيك اللي هو المفروض يسحب السوائل على الانترافاسكولار فلويد 25 فتصفي مصلحة الهيدروستاتيك اكبر فعشان هيك البلد هيدروستيك بريشر هو اللي راح يعمل لك شوية فلويد تطلع على الارتريول معي معاي وهذا اللي هي عندك الارتريول صار يطلع سوائل حتى يوصل للخلايا اللي هون الاكسجين والشغلات الثانيه والنيوتريانتس طيب فهاي هي السارلينج فورسز اللي حكيناها انه هون في عندك اونكوتيك بريشر وهيدروستاتيك بريشر وهون برضو برا في عندك انت اونكوتيك بريشر اوف انترستيشال فلويد وتشو بريشر اللي هو تشو هيدروستاتيك بريشر يعني بس انسى هيدروستاتيك احفظ هيدروستاتيك بريشر هو بس اللي بالانترفاسكول فكله في حاله تعادل سبحان الله هذا خلق الله سبحان الله كيف لو في خلل بسيط خلاص كل الجسم بخرب ما بيقدر يوصل لا نيوترينتس ولا بيقدر يعمل اشي ولا بيقدر يرجع سوائل كان غرقنا بسوائل اللي بجسمنا الحمد لله هسا المين بلاد هيدروستاتيك بريشر ات فينس اند بالفينز بصير الهيدروستاتيك بريشر اقل بصير اقل شوف صلى على النبي خلينا نرسم اياها على السريع فهي انا عندي هون بلاد فيزل تمام عند الارتريولز بعدين هون بصير في عندك شوية كابيلاريز بعدين بصير في عندك فينيول تمام واضح هسه بهاي المنطقة بدها تطلع السوائل لبرا بدها تطلع السوائل لبرا ليش؟ لأنه الهايدروستاتيك بريشر هو ثلاثين تمام بينما الأونكوتيك بريشر خمسة وعشرين في المصلحة بالمتجهات للثلاثين أكثر بخمسة فبطلع السوائل لبرا لأن عند الفينس طلعت سوائل و بس طلعت السوائل صار تركيز البروتينات اكثر يعني انت لو تجيب كاسه مي وفيها ملح وانت تيجي المي تشرب تشربها بتلاقي فيها ملح اشي بسيط تغلي المي وبصفي عندك المي بس هالقد تحت كيف بده يكون تركيز الملح كثير عالي هذا اللي بيصير بطلع سوائل كثير لبرا بالمنطقه هاي والنيوتريانتس فبصفي تركيز البروتينات كثير ف... وبقل الهيدروستاتيك بريشر برضو عند الفينيولز فبصير uh عند الفينيولز الهيدروستاتيك بريشر كثير اقل فبترجع السوائل الى الفينيولز وهذا اللي الله سبحانه وتعالى خلقه انه هون بيطلع عندك الاكسجين والغذاء وهون بترجع الفضلات وثاني اكسيد الكربون ماشي هذا بصير كله بالمنطقه هاي لكن اذا صار بمناطق ثانيه بصير عندك ايديمه بصير بالمنطقه هاي بس فسبحان الله تمام فاول اشي حكينا بيكون ثلاثين مزبوط هيو ثلاثين اول اشي لكن لما يطلع ويخسر سوائل بعد فترة بده يقل فبصير ضغطه ايش اثناش ماشي وين هذا بالفينس اند بالفينس اند بصير اثناش فبالتالي اثناش آه وال خمسة وعشرين فبالتالي راح تكون لمصلحة مين لمصلحة الانكوتك فبترجع السوائل للبلد فيزلز فالنت ديفرنس اوف شو اسمه ريتيرن باك to the vessels بترجع السوائل للفيزلز fluid return to intravascular compartment at venular end هاي مهمة انه بالvenular end بترجع السوائل بينما بالcapillary end لا بالcapillary end ايش شو بصير بتطلع السوائل لبرا فهون بالvenular end micro circulation mainly because ليش بترجع السوائل على blood vessels نتيجة مين اكثر اشي oncotic pressure بينما تتذكر لما كانت تطلع السوائل لبرا بسبب بسبب الماتور بسبب البلود هيدروستاتيك بريشر الضخ لكن هون بسبب مين؟ الأونكوتيك بريشر رجعت السوائل لجوا لأنه صار الأونكوتيك بريشر هو الأعلى 25 بينما هذا بس 12. small quantity of tissue fluids contain large molecules هسه بحكي لك شغلة بحكي لك لو مش هون طلع سوائل ورد رجع سوائل لو ظل شوية سوائل برا طلع هاي الرسمة لو أنا ظل في عندي مش هون رجع سوائل لو ظلت عندي هون شوية سوائل هون كيف بدي أخلص منهم كيف بدي أخلص منهم وهون يعني خلص طلع سوائل ورد رجع سوائل لكن ظل عندي سوائل هون وإذا ظلهم متجمعين بصير عندك إيدي ومشاكل مشاكل هون الله سبحانه وتعالى خلق لك إشي خلق إشي اسمه لنفتك لنفتك هون في عندك أنت مزراب هون آه فهون الله سبحانه وتعالى خلق وحتى إذا ها إذا ظل في عندك أنت شوية سوائل هذا اللي المزراب ياخذهم ويرجعهم بالاخير على الفين مرة ثانية وهذا المزراب اسمه لمف فهذا الليمفاتيك سيستم برضه بأخذ اي فلويد زيادة او اي فلويد ما قدرنا نرجعه ويرجعه للسيركوليشن من جديد ماشي فهون زي ما انت شايف انه لو ظل عندك انت small quantity of tissue fluid صغار كونتين large molecule وخصوصا اذا كان فيهم شوية large molecule زي بروتينات بروتينات ما راح تقدر ترجع مرة ثانية، فمين بده يتولى المهمة؟ drainage along lymphatic vessels واللمفاتك vessels بترجعهم على الفينا venous circulation through the thoracic duct أو الدكت duct الثانية، ماشي؟ thoracic duct اللي هي مكان التقاء الـ lymphatic بتصير تصب بالفينا venous circulation طيب، الان باثولوجيكال accumulation of tissue fluid may result من وين؟ متى بصير في عندك ايديما يعني؟ أول شيء إذا زاد عندك الـ hydrostatic pressure عندك انت شريان وجيت سكرته بالمنطقه هاي او صار في عندك هارت فيلير بيزيد الهيدروستاتيك بريشر بتصير السوائل تطلع لبرا هذا اول شيء الشغله الثانيه ديكريز اونكوتيك اوزموتيك براشر اوف بلازما قلل اونكوتيك براشر الاونكوتيك براشر اللي هو الموجود بالبروتينات هون وظيفتها انها تسحب السوائل عليك لجسمك واحده من وظايفها طبعا واللي هي وظيفتها الاصليه نقل الشغلات وهيك لكن واحده من الشغلات اللي الله سبحانه وتعالى حاطها انه ايش يكون تركيز عالي جوا فبصير تسحب السوائل لجوا اذا راحت البروتينات هاي معناته قل الانكوتيك بريشر فبالتالي بدها تصير السوائل تركيز برا اعلى من تركيز جوا فبتطلع السوائل لبرا هاي السبب الثاني السبب الثالث لمفاتيك اوبستراكشن اذا المزراب اللي هون رسمناه صار في تسكير بصير في عندك تجمعات اول مرة شوي بعدين شوي شوي بكثر وبكثر وبكثر, وبكثر فبصير في عندك الامفاتيك <applause> اوبستراكشن وهذا اشي سيء وبعمل لك رجل زي هاي الرجل وهاي الرجل بتشبه مين هذا حيوان هيك خلينا نحكي هيك وله هيك خرطوم تمام يعني بعرف اني شاطر كثير بالرسم يعني هذا هاي اجر الفيل تمام فبصير في عندهم مرض اجرهم كثير كبيرة زي اجر الفيل بسموه Elephantiasis إليفنتي اليفنتياسز نتيجة الليمفاتيك اوبستراكشن شغلة ثانية صوديوم <applause> ريتنشن اذا زاد الصوديوم ريتنشن يعني صار في عندك صوديوم كثير بالبلاد فيزلز يعني صار تركيز جوا البلاد فيزلز اعلى من بره صح فبصير السوائل كثير مليان كثير جوا بالبلاد فيزلز هي بلاد فيزل مليان صوديوم الصوديوم راح يصير يسحب السوائل عليه ظل يسحب 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 بعد فترة هون الضغط راح يصير كبير وكثير كبير فبصير بالتالي بتصير تطلع السوائل لبر. نتيجة انه كثير في ضغط يعني فوليوم اوفر لود بسموه فوليوم اوفر لود فالصوديوم ريتنشن واحدة من الشغلات وانكريز الكابيلاري بيرميابيلتي يعني اذا نفسها مثلا الكابيلاري تكسر الوول تاعها من هون او من هون او من هون او بالانفلاميشن مثلا يعني اصلا بتزيد البيرميابيلتي بدها بدها تصير تطلع السوائل لبرا تمام ممتاز طيب الان هي آه الهيدروستاتيك بريشر والشغلات هاي الانكوتيك بريشر واللمفاتيك والابصاريه نيجي الان لانكريز الكابلري هيدروستاتيك بريشر امتى انا بزيد الضغط جوا الشريان فبصير يطلع من لبرا الشريان يصير ايه يطلع السوائل لبرا اول اشي في جنراليزد وفي لوكالايزد. تمام ديو تو ايش اول اشي اه بسبب الرايت سايدد اور كومبايند رايت مع ليفت سايدد هارت فيلير حكينا اذا صار في عندك هارت فيلير اذا صار في هارت فيلير بال بالرايت سايد كل الجسم سيستميك او جنرالايزد ايديما بصير بينما اذا للليفت سايد حكينا الليفت سايد في يوفين هون جاي من اللنك تمام فاذا الليفت سايد انهار بزيد الضغط هون بصير يطلع سواء وين باللنك واضح فبصير بس لوكالايز يعني بالمونري ايديما فاذا كان ممكن يكون اثنين خربانين مع بعض رايت مع الليفت سايد فبصير في عندك انت ايديما الشغلة الثانية constrictive pericarditis شو سبب constrictive pericarditis امسك ايدك امسكها ايوه ايوه انت شايف ايدك مش امسكها قصدي يعني اعمل فست هيك اعمل قبضه يعني تخيل بدك تضرب اللابتوب بوكس بس لا تضربه ايوه سكرت ايدك انك بدك تضرب بوكس ممتاز حط ايدك الثانيه وهي مفتوحه امسك فيها البوكس اللي انت عامله يعني هاي ايدك انت وعامل فيها زي بوكس وهات ايدك الثانيه امسك فيها هذا البوكس تمام الايد اللي انت عامل فيها بوكس هذا الهارد تاعك الايد الثانيه اللي انت فاتحها وماسك فيها البوكس هاي البريكارديم الله سبحانه وتعالى حاطه يغلف القلب عندك تخيل لو هذا البريكارديم لزق كثير امسك امسك الايد اللي عامله البوكس امسكها وشد عليها كثير بايدك الثانيه شديت كيف كيف الهارت هسه بده يصير ينقبض وينبسط براحته ما بقدر لانه البريكارديم ملزق عليه كثير فمش قادر انه يفتح ويسكر يفتح ويسكر صح فهذا الكونستركت بريكارديتس انه الهارت نفسه مش قادر يفتح كويس حتى يدخل كل الدم اللي فيه فلو عندي انا هذا الهارت اللي هون فيه بريكاردايتس آه، كونستريكتيف الانفيرو فينا كافا والسوبيرو فينا كافا بدهم يجوا يصبوا فيه مش قادرين لانه مش قادر يفتح هو اصلا ونفسه بنفس الاشي كمان البولمونري فين بده يصب فيه مش قادر لانه برضه مش قادر يفتح فبشبه بشبه الكومبايند هارت فيلر بيشبه الرايت right مع ليفت سايد هارت فيلر انه انا بزيد عندي راح يزيد عندي الضغط بالفير والسبريفينا كافا والبرمري فين واضح وضحت اكيد صليتوا على النبي ما بصلح الان نيجي للرايت right sided هارت فيلر انه حكينا right فينتريكولر فيلر كومباين او كومبايند رايت مع ليفت فينتريكولر فيلر شو بصير انه الهارت فيل ما بيقدر بامب cannot pump uh, Uh, cannot to pump received uh, blood from right atrium. Right atrium بدو يصب right ventricle. بيجي right ventricle بدو يضخ الدمات، وش قادر يضخهم كلهم؟ بضخ هيك يده بيجو قح هيك شوي شوي. ما بيطلع كل شيء فيه. فبصير في عندك accumulation and damming لل blood. تمام؟ وخصوصا وين بالinferior and superior vena cava. اللي هو هيو reflected back into systemic veins. اللي هما superior and inferior vena cava. و وانكريز تو سيستميك venous بريشر بيزيد السيستميك فينس بريشر فبصير في عندك كونجستيف كاردييك failure وبصير في عندك ايديما فورميشن كاردييك ايديما طبعا هون ايش المقصود فيها سيستميك كل س... كل الجسم بصير فيه ايديما غالبا تمام واضح ممتاز هذا الرايت right سايد الان شو بصير في عندي اذا صار في عندي كاردييك ايديما كونتريبيوشن اوف كيدني ان كاردييك ايديما اول اشي الهارت نفسه بيقدر يضخ دم ما بيقدر يضخ دم كويس صح فاذا ما قدر يضخ دم كويس فيعني ديمينيو اه ديمينيوشن ان اه ان اوتبوت يعني قل الكارديك اوتبوت فالكدني بلاد فلو قل الكدني لازم يوصلها بلاد فلو اذا ما وصلها بلاد فلو فيها اشي اسمه جكس جلوماريول ابريتس اللي حكيت لكم عنها بتطلع لك رينين والرينين بعدين بتحول الى بكسر وكذا بيطلع عندي انجوتنسين 2 ومع الالدوستيرون سيستم بيزيدوا لي الفوليوم بزيدوا لي الفوليوم تبع البلد كيف بزيدوا الفوليوم لانهم رجعوا الالدوستيرون بيرجع لي الصوديوم للجسم والرينين بزيد للضغط تمام فبصير عندك اكسسيف تيوبولار ري للصوديوم نتيجة الالدوستيرون واذا زاد الصوديوم عندي بالجسم بزيد الفوليوم شغلة ثانية بصير في سكريشن للانتي ديوريتيك هرمون هذا الانتي ديوريتيك هرمون بطلع هاي البيتيوتري جلاند في anterior pituitary وفي posterior pituitary أو خلينا نتخيل هذا الزلمة هاي أنفه هاي ثمه فهاي anterior وهاي posterior anti diuretic hormone بطلع من posterior واضح شو وظيفته من اسمه anti diuretic hormone المانع لإدرار البول فبمنع إنه يصير في عندك إدرار بول شو اللي بصير الكلية بتتح تحكي تليفون ألو مرحبا بصير بتيوتري معي كيف الحال بالله بصير بتيوتري يا. شكله الزلمة عنده هارت فيلير وقل عند البلد فلو فبالله في مجال انه طلع انتي ديرتك هرمون ما بدنا اياه كمان يخسر فلويد باليورين بدنا ان كل الفلويد يظهرها بالجسم بحكي خلاص اوكي ولا يهمك هسه بودي خلاص ماشي ماشي هلا هلا هلين هلا 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 الشعب الاردني كيف هلا هلا هاي اخر اشي اكثر من المكالمه نفسها <laughs> فبصير عندك ايش ووتر ري ابزوربشن نتيجه الانتي ديرتك هرمون وبالاخير انترا فازيكولار كومبارتمنت اكسبانشن واديما بالاخير طبعا شوف تذكروا حكينا حكينا هذا الحكي قبل بالمحاضره اللي قبل بس انه بده يحكي لك حتى لما يرجع الفوليوم يعني انا بالوضع الطبيعي الهارت فيه مشكله فيه هارت فيلير ومش قادر يضخ دم كويس فالجسم بده يحاول يزيد الفوليوم عندي بالجسم حتى يوصل دم الى الكلى يوصل دم للكبد وهكذا فبطلع الانتيديوتيك هرمون بطلع, الأنتي بطلع الألدستيرون حتى يزيد الفوليوم تبع الدم زاد الفوليوم تبع الدم بزيد الامور سوء ها ركز بزيد الامور سوء ليش لانه بزيد الفوليوم والهارت نفسه بيحكوا يا اخوان تتخوفوا يعني علي انتو يعني انا بدون هالواسطه مش قادر اضخ دم بتزيدوا لي الفوليوم طب هسه وين بدي اروح بالفوليوم الزياده كمان جبتوا لي راح انهار بزياده فبصير اسوء واسوء بصير عندك ايديم بالاخير طيب الان لوكالايزد انكريز ان هيدروستاتيك بريشر بدنا لوكالايزد لوكالايز مش سيستميك فاول اشي انه مثلا اي فين عندك انت اي فين وسكرته هي لوكالايز انكريز بالهيدروستاتيك بريشر بتطلع السوائل بصير في عندك ايديما فون بارشل اور كومبليت اوبستراكشن اوف اوف لارج فينا سترانك في عندك فين كبير وانت سكرته فشو بصير في عندك بصير لوكال انكريز للفينس بريشر واذا صار لوكال انكريز الفينس بريشر بده يصير لوكال انكريز بالكابيلاري بريشر وبتصير السوائل تطلع لبرا زي ما انتم شايفين فبصير في عندك ايش localized ايديما بنفس المنطقه هاي اللي فيها اوبستراكشن اذا صار عندك localized ايديما برضو بتصير عندك انكريز البيرميابيليتي واذا صار انكريز البيرميابيليتي آه او هون او هون ايش بصير عفوا آه هون خلص حكينا صار في عندك localized ايديما تمام لان نرجع هون اذا انا صار في عندك كمان اوبستراكشن للارج فينس ترانك بده يصير ديكريز اوكسجين اند نيوترينتس لانه هاي المنطقه بدها اكسجين ماشي لكن صار يتجمع فيها كله فينس بلود اذا بتتذكروا حكينا في عندك باسف هايبريميا هاي باسف هايبريميا فهون اكسجين مش كثير فهاي المنطقه الخلايا اللي هون الخلايا اللي هون اللي هي اندوثيليال سيلز ما راح يوصلها اكسجين كافي فبعد شوي بتموت بس تموت بصير يطلع كثير اكثر واكثر عندك ايديما لانه الحيط انكسر فبصير يطلع اكثر واكثر فبصير ديكريز اكسجين nutrients بتزيد الكابيلاري اندوثيل او عفوا بتموت تموت الكابيلاري اندوثيل سيلز كثير منها فبتزيد البيرميابيليتي برضه بصير عندك localized edema وضحت اكزامبل localized edema اول اشي بورتال هايبرتنشن اللي احنا حكينا تتذكروا قلنا اذا في عندك ليفر cirrhosis تشمع بالكبد شو بصير في عندك ايش ااا يعني كونجستشن آآ للبورتال فين فبصير في عندك اسايتس برضو نتيجه الكونجستشن للبورتال فين شو حكينا بصير حكينا بصير سبلينوميجالي وحكينا بصير في عندك فاريسز باللور اوسفيجيال بارت وبصير في عندك هيمورويدز ممتازين برضو بريشر اوف جرافيد يوترس الان اليوترس المره وهي حامل لما كانت امنا حامل فينا كانت وهي حامل اليوترس تاعها بضغط على الإيليك فين لانه وراه الإيليك فين فبس يضغط على الإيليك فين كان يصير عندهم ايش؟ ايديما باللور لمب واضح؟ آه فسبب الايديما باللور لمب واحد من اسبابها عند الحوامل انه في بريشر على الإيليك فين تمام؟ وبرضه نتيجه البريشر على الإيليك فين برضه كمان هذا الإيليك فين آه خلينا نحكي ولا خلص ما في داعي فهون المهم فبصير في عندك ايديما باللور لمبس لان اكيوت ليفت ليفت failure اذا صار ليفت failure وين دو يصير إديمة؟ بس باللنك فاكيوت بالمونري edema واضح ليش لانه بزيد الليفت اتريال بريشر بعدين برجع بصير الليفت pulmonary او عفوا البلمونري فينز بعدين pulmonary ايديما بصير اذا كان في عندك ثرومبوسز اوف ميجر فين هي عندي فين وصار في جلطه هون نفس الاشي بده يزيد الضغط بالمنطقه هاي واذا في عندك incompetence اوف venous فالف ان فيري كوز فين يعني هاي اجر واحد مثلا وفيها فين والمفروض انه فيها فالفز الله سبحانه وتعالى خلق فالفز هاي الفالفز اما اذا هاي المفروض تسكر والدم ما يرجع رجوع لكن اذا كانت خربانة الدم بيضلوا تحت فبزيد الضغط هون الهيدروستاتيك بريشر بيطلع عندك شوية سوائل ان incompetence of valve او venous valves هاي بالمرة اذا ما حكيناها نفس الرسم الان اسباب الديكريز كولويد اوزموتيك بريشر يعني ايش حكينا بتتذكروا قلنا نقص البروتينات اللي بالبلازما يعني هايبوبروتينيميا مين الزلمة الشاطر اللي بده يحكي لي شو السبب اللي حكينا اهم سبب اللي حكى سندروم ممتاز وان شاء الله راح يجيب فل ماشي نفروتيك سندروم واحد من الاسباب لانه هون البروتينز تطلع وين باليورين بيطلع البروتين باليورين واضح فبيقل البروتين هاي احد الاسباب فهون بحكي لك توتال بلازم بروتين يكون اقل من اثنين ونص جرام بالمية أو الألبيومين أقل من واحد ونص جرام إذا التوتال بروتين كان أقل من اثنين جرام أو الألبيومين كان أقل من واحد ونص جرام بقلل الأونكوتك بريشر لأنه في عندنا خاصية اسموزية حكينا إذا قلل الأونكوتك بريشر بصير التركيز تركيز برا الفيزل هون تركيز هون أكثر من هون فبتطلع السوائل تروح التركيز الأعلى بحكوا معه شو يا سوائل وين طالعين من البلاد فيزز ورايحين لبرا بحكوا والله يعني احنا كنا قاعدين اول عشان الالبيومين والبروتين لكن هسه يعني شو ما ضلش فيه يلا السلام عليكم بس تطلعوا لبرا فاكسز آه اكسز اوف فلويد باسز انتو تيشو بروح على التيشو سبيسز والكافيتيز بيروح لسه عندك ايديما آه فبصير في عندك جنرالايز فورم اوف ايديما هاي مهم جدا تعرفها ما في اشي اسمه لوكاليزد هاي ببروتيني. انت اذا قل البروتين بجسمك هل راح يقوله بشريان معين والشرايين الثانيه راح يكون البروتين فيها عادي طبعا لا فاسباب الدكريز الانكوتيك بريشر دائما جنرالايزد فورم اوف ايدما دائما جنرالايزد لانه البروتين هذا ماشي بكل الدم بكل الجسم مش بشرايين معينه واضح فهي مهمه انك تعرف جنرالايزد امثله نيفروتيك سيندروم نيفروتيك سيندروم مرض بصيب الكليه بصير البروتين يطلع باليورين فبيقل البروتين بالدم بس في اكثر من اشي ممكن يعمل لك نيفروتيك سيندروم يخرب الكلية ممكن اميلويدوسيز ديابيتس رابد بروجرسيف جلوميريو هاي امراض بالكلى مينيمال تشينج جلوميريو هاي امراض بالكلى وعند الاطفال اكثر اشي مش مهم بس اعرف ان هذول كلهم بيعملوا لي نفروتيك والنفروتيك بقلل البروتينات عندي بالجسم برضو اذا في عندك ديفيوز ليفر ديزيز هاي مهمة طب شو دخل الليفر بالموضوع الليفر المفروض يعمل لي هيدروستاتيك بريشر يزيد نتيجة البورتال هايبرتنشن بصير السوائل تطلع ويعمل لي السايتس، أحكي لك صح مظبوط لكن الليفر هو مصنع البروتينات بالجسم، البروتينات كل البروتينات بجسمك مصنعها الليفر، فإذا الليفر خرب ما راح يصنع لك بروتينات فبصير في عندك هاي بروتين إيميا، برضو ما نيوتريشن زي اللي حكينا عندك أنت مثلاً آه فايمين ايديما آه اللي هو هون مثلاً أحكي لك آه كوشر كور كوشر كور هذول بمجاعات الصومال وغيرها انه سيفير بروتين كالوري مال نيوتريشن ما باكله نهائيا ما ب... ما بروتينات والبروتينات اللي الجسم بصنعها الها عمر معين وبتخلص بدنا بروتينات ثانيه فالجسم بحرق كل اشي فيه بحرق الكربوهيدرات بحرق كل اشي بعدين بحكي بدنا ناكل البروتينات اللي ظلت عندك بالجسم فباكلها وبصير في عندك كوشر كور هذول كوشير كول الاشي المميز فيهم بيكونوا ميتين من الجوع صار له ابصر قديش ما اكل بس بنفس الوقت منفخ فانت بتفكره منفخ من النصاح لكن هو اخر مرة اكل فيها بجوز قبل ابصر قديش اسبوع اذا اكل فيها اكل زي الناس او حتى ولا عمره يمكن اكل اكل زي, زي الناس خليه يعني احنا شو بدنا فيه احنا اهم اشي انه نروح نركض آه ورا المصاري والالعاب النارية اللي كل سنة آه بيحتفلوا فيها بالملايين الخليج وغيرها والمصاري اللي تروح على السيارات وعلى الكذب والناس ما من الجوع مش قادره تاكل والله غير ننسى عن كل شيء والله غير ننسى عن كل النعم اللي احنا فيها وعن كل واحد مات من الجوع تخيل انسان يموت من الجوع الحيوانات مش قاعده تموت من الجوع انسان يموت من الجوع يا عيب العيب وفي عندك كمان بروتين لوزين جاسترو انتيروباثي من اسمه بروتين لوزين جاسترو انتيروباثي يعني عندك مشكله بالامعاء الامعاء ما بتمتص البروتينات اللي انت بتاكلها فبظلها نازل البروتينات بالستول فما بتستفيد منها فبيقل البروتينات عندك بالجسم هذول طلع هيهم آه لكن هذول خلينا نحكي مايلد هذول ميتين من الجوع اوصل متى اخر مرة اكل لكن طلع على اجرين هاي البنت آه عندها ايش اديمة باجريها برضه هذي يمكن عنده مايلد ايديما شوي طلع هون عنده اسايتس شوي كله هذا نتيجة الهايبو فهذا ايش كوشير كورا آه الان آه، الإديمة نتيجة obstructed of lymphatic vessel اللنف إذا سكر بصير عندك إديمة لكن شو بيميز اللنف إديمة اللنف إذا بتتذكروا كان بيشيل إيش كان هو عبارة عن مزراب حكينا بيشيل السوائل الصغيرة اللي ظلت وخصوصا إذا كان فيها بروتينات أحفظها هاي مهمة خصوصا إذا فيها بروتينات تخيل أنت هاي البروتينات ظلت تتجمع 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 فهاي البروتينات قاسية ثك زي الصبة فاذا منطقة كان فيها تجمع للبروتينات زي هيك تيجي انت تضغط عليها هل راح يصير في بيتينج ايديما؟ ما راح يصير لانه سبب البيتينج ايديما انت لما تضغط السوائل بتروح تهرب من هون ومن هون فبيظل مكان اصبعك. لكن اذا بروتين مليانة هاي بروتين ولارج مولكيولز هل راح يصير في بيتينج ايديما؟ نو. No. فعشان هيك الليمفاتيك فيزلز اوبستراكشن نون بيتنج ايديما نون بيتنج ايديما ماشي وغالبا بتكون لوكاليزد غالبا باللور لمس وحكينا بتتذكروا لكم اجر الفيل الفنتييسز فهون بحكي لك انترفير وذ درينج ريتنشن للتشو فلويد فنان بتنج مهم تعرف انه نان شو اسباب اللمفيديما اول شيء في شيء اسمه congenital absence of lymphatic فيزل، بتنولد البنت ما عندها طب ليش البنت يعني لانه غالبا بصير عند البنات هاد كونجنيت الابسنس اوف ليمفاتيك فيزلز اصلا مش متكون عندها الليمفاتيك فيزز اللي بمناطق معينه الشغل الثاني اللي مهمه جدا وهي اللي انا دائما بحكي عنها باراسيتيك انفيكشن فيلاريا وور بعض الديدان بتيجي بتفوت على الليمفاتيك وبتعيش هناك شو عاجبها هناك مش عارف بتعيش بالمنطقه هناك بالليمفاتيك فبصير في عندك انت ايديما باللور ليمز اللي هي انا حكيت لكم عنها اليفانتياسيس فالاليفانتياسيس هي من وراء ايش؟ باراسايت، من وراء ايش؟ باراسايت ديدان، ماشي؟ فيلاريا وور، برضه إذا تيومر مثلا سكر على البلاد فيزل عفوا سكر على لمف فيزل أو بوست راديشن الواحد تعرض للإشعاع، فهذول اللمف نتيجة الإشعاع سكروا، أو بوست سيرجيك الواحد عملوا له عملية وسكر عندك اللمف، وخصوصا هذول عند مين بصيروا؟ عند اللي بصير في عندهم ماستكتومي اللي بتشيل الثدي اذا كان في عندك سرطان الثدي مثلا لا سمح الله بتشيل الثدي بشيلوا معاها كمان اللينف نودز الموجودة بالارمبت بالاكزيلا بشيلوهم كمان فبعد فترة بتجيك ولا ايدها منفخة عفوا ايدها منفخة ليش ايدك منفخة لانه الاكزيلا اللي عندها شنالها ال ال شو اسمه الليمف. فبالتالي بطل يسحب السوائل اللي راح تتجمع بالايد تلاقي ايدها منفخه بوست سيرجيكال هاي اسباب الانفلونزا طلع اجره زي اجر الفيل هاي الفنتياسز من ورا الفيلاريا فيلارياسز طلع اجره الثانيه من صغرها هاي الانفيديما تطلع هذا كيف اجره الان صوديوم اند ووتر ريتنشن كيف بدهم يعملوا لك ام ايديما جنرالايز كونتريبيوتوري اجريفيتنج فاكتور سولت ريتنشن مي بي برايمري كوز ممكن سولت ريتنشن لحاله يعمل لي ايديما او سو ريتينشن ممكن من ورا رينال فانكشن يعني تتذكروا قبل شوي شرحناها حكينا اذا انا مثلا عندي آآ آآ ري اذا صار عندي مثلا هارت فيلر الكليه بتحكي تليفون بتحكي تليفوناتها بتحكي مع الالدوستيرون الالدوستيرون بالله يا حبيبي رجع لي الصوديوم لانه عندي الفوليوم قليل اه هسه راح احكي مع البوستيرير بتيوتري واحكي لها تطلع دي اه ماشي فممكن انه لحاله صوديوم ريتنشن صار او ممكن نتيجة رينال فانكشن فبصير في عندك انكريز سولت ريتنشن بزيد التركيز الملح فبصير ووتر ريتنشن ليش لان المي دايما بتلحق الملح بتلحق التركيز العالي حسب الخاصية الاسموزية الان بس يصير في عندي زي هيك expansion of intravascular fluid volume بزيد الفوليوم عندك بالدم فبزيد الهيدروستاتيك بريشر فبقل الاوزموتيك بريشر هون ديليوشنال افكت ديليوشنال افكت قل الكلويد معاين تقول ولا لا شكرا سطرتوا هسا انا لو عندي كاس مي وفيها ملح هون لو جيت انت عبيت مي لهون يكون تركيزه عالي لو عبيت مي لهون تركيز الملح بده يكون قليل فانا لانه زاد عندي كثير الفوليوم آه صار اذابه للكلويد اوزموتيك او ديليوشنال افكت قل الكلويد اوزموتيك وبنفس الوقت لانه الفوليوم كثير زاد بده يزيد الهيدروستاتيك بريشر فبصير في عندك ايديما فالايديما بتزيد وضحت ان شاء الله صليت على النبي اللهم صل محمد الان انكريز capillary permeability هون انه الكابيلاري آه صار في عندك انفلاميشن او اي إشي ثاني فزاد الpermeability وصار تطلع سوائل وحكينا اذا زاد الpermeability غالبا بيكون اكزوديت ولا ترانزوديت ممتازين اكزوديت قلنا ترانزوديت اكثر إشي من زياده الهيدروستاتيك بريشر ممكن كمان اذا قل الأنكوتيك بلازما بريشر بينما الكابيلير سببها اكزوديت آه هسا خلينا نشوف الاكزوديت هذا اذا كان لوكالايز شو اسبابه واذا جنرالايز لوكالايز مثلا انت مثلا اي صار في عندك قرصتك مثلا قارصة على ايدك راح يصير لونها احمر وراح تنفخ صح هاي ايدي صغيرة تحت الجلد بس من وراء الانفلاميشن فهي لوكالايز جنرالايز بحالة ايش الاليرجيك كونديشن بحالة الحساسية وفي بعض الناس بتحسس مثلا في مثلا ناس بس بس يمسك بس مثلا كل جسمه يصير احمر وعليه هيك طفح جلدي وهيك، فهذا بسموه ارتيكاريا فهذا ليش جسمه نفخ ووجهه نفخ بس اكل مثلا اكله معينه، تلاقي شفايفه نفخ وخدوده نفخ وعيوه كله تنفخ، هذا اللي صار عنده انكيس كابيلر بيرميبلتي دو تو اليرجي فأي اشي من الرجي بده يزيد البيرميبلتي لأنه انفلاميشن بده يصير. فواحدة منهم ارتكاريا انه كل الجسم بصير في عنده انفلاميشن وشغلة ثانية انجونيوريتك ايديما ام يعني هاي على الاغلب هي من, من يعني شو بصير في عندك انت احيانا لما الواحد آه مثلا يأكل اي اشي بحسسه بصير في عنده ايديما طب هاي انت حكيت لنا إن ارتكاريا صح بس شو الفرق بين الارتكاريا والانجونيوريتك ايديما هون بيكون في عندك زي هيفز هيفز يعني بتلاقي زي طفح جلدي على ايديه ايديه كمان فيهم هيك فقاعات بصير فقاعات على جلده انجنيريتك غالبا بتكون جوا يعني خصوصا بالحلق حلق الواحد ممكن يصير فيه ايديما وهذا كثير خطير ممكن يختنق الانسان بس انت تعرف انه ارتيكاري والانجنيريتك انجنيريتك ايديما هذول سببهم اليرجيك بيعملوا لك اكزوديت نتيجه الانكريز كابلير طيب الان لوكالايز انكريز الكابلير اذا لوكالايز بالانفلاميشن معروف بالانفلاميشن بصير دمج للكابلري اندوثيليوم بتزيد البيرميابيليتي بصير اسكيب للبلازما فلود والبروتين بالتشو سبيس بزيد الانكوتيك بريشر بالتشو فبسحب السوائل الموجودة عندك الووتر فروم بلاد بسحبهم فبصير في عندك لوكاليز ايديما او بسموه انفلاماتوري ايديما حكينا محاضرة كاملة انفلاميشن على الفيرس الان كلينيكال مانفستيشن والسيجنفكنت للايديما ليش خطيرة الإدمة مثلا؟ بحكي لكم مثلا subcutaneous edema Cardiac or renal uh, failure إذا واحد عنده um, Cardiac or renal failure Drowning attention and uh, pointing to the underlying disease, impair uh, wound healing or clearance of infection بحكي لك يعني كيف الإيديما بتكون مفيدة لإلي إذا إجاني واحد ومبين صورته صورة إكس راي وشفت باتمان هذا اللي بات وينجز وهيك بعرف إنه عنده مثلا مشكلة بالهارت واضح؟ فبصير أنا أركز إنه في عندي مشكلة واعرف انه مثلا عندي مثلا رينال فيلير والسوائل صارت تتجمع مثلا زي هيك آه برضو هذول المرضى اللي عندهم كارديك او رينال فيلير ووند هيلينج بيكون قليل لانه الجسم راح يكون بحالة ستريس انه عنده كارديك فيلير فيلير <applause> <applause> اوف انفكشن برضو يعني راح يصير في عندهم انفكشن كثير لانه اصلا هاي السوائل لما تتجمع بالرئة تكون بؤرة لا آه او وسط كثير مريح للبكتيريا انها تعيش فيه يعني بس هيك حكي ايديما اوف ذا لانج اذا صار في عندك ايديما اوف ذا لانج سيفير ديزنيا صعوبة التنفس أنوكسيا قلة أكسجين أو ودث موكنسي وبرضه هاي زي ما حكيت لكم فيفرابل انفايرمنت فور بكتيريا انفكشن وسط كثير كويس انه البكتيريا تعيش فيه ايديما اوف ذا برين تخيل يصير في عندك ايديما بالبرين مصيبه كان بي رابيدلي فيتل بموت الانسان كثير بسرعه انكريز انترا كرينال بريشر بزيد الضغط داخل الدماغ بسموه انترا كرينال بريشر بزيد فبرين سبستانسز بي herniated يعني هي البرين هي عندك انت هي الجمجمه تاعتك والبرين موجود هون تمام تخيل هون السوائل بين الجمجمه والبرين زادت كثير وفي فتحه هون صغيره مثلا بيطلع البرين من الفتحه هاي اللي هي الفورم الماجرم ولا غيرها بصير في برين هيرنيشن في اكثر من مكان بصير برين هيرنيشن فتق بالبرين وهذا قاتل طبعا تخيل دماغك جزء منه يفوت بفتحه معينه <applause> شو بده يصير بالمنطقة هاي نفسها المسؤولة عن أبصر إيش بدها تموت إديما أوف ذا لارينكس إذا صار في عندك إديما أوف ذا لارينكس ممكن الإنسان يختنق بطل يقدر يتنفس لأنه راح يسكر المجرى التنفسي هاي اللارينكس آه هاي أكيوت لارينج الإديما اللارينكس صاير فيها إديما تطلع فتحة التنفس بصير واحد يتنفس بس من الفتحة هاي كيف بده يتنفس مشكلة وهيك نكون كملنا الحمد لله محاضرة الإديمة إن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوها سامحوني جدا على التقصير سامحوني على الإطالة احكوا الحمد لله رب العالمين الا الله سبحانه وتعالى يعني ميسر لك كل هاي الشغلات بجسمك وانت مش داري عنها فالله سبحانه وتعالى اذا ميسر لك الانكوتيك بريشر ولا هيدروستاتيك بريشر حتى ما يصير عندك ايديما بحياتك ما بده يسر لك على معلمتين ومحاضره ومحاضرتين اكيد صح فالحمد لله رب العالمين وما ننسى انه نكثر من الاستغفار والصلاه على النبي اللهم صل محمد وديروا بالكم يمر يوم بدون ما تقراوا صفحه من القران الكريم لأنه هو أولى من محاضرات الكلية هاي المحترمة ماشي فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته